هنبدأ إن شاء الله دلوقتي مع الـ API التانية أو الـ function API التانية اللي هي add book، ودي هتبقى نوعها post مش get. هنشتغل على get للليست، المرة دي هنشتغل على post، ودي هيبقى فيه body، هيبقى فيه body مبعوث اللي هو البوك اللي احنا عايزين نضيفه، وده هيبقى JSON. والريزلت اللي هترجع أو النتيجة اللي المفروض تحصل إن احنا هنأد الديتيل بتاعة البوك دي، يعني هنأد ده في الداتابيس. فاحنا محتاجين دلوقتي ان احنا ادي الاي بي اي اللي احنا كنا عاملينه، الفايل اللي احنا كنا عاملينه اللي هو كان فيه جيت للليست بوكس. عايزين ناخد يعني نعمل واحد جديد اسمه بوست بقى، فانا هاخد ده كده كده كوبي، خدت من الجيت ده كله كوبي وعملت بيست. المره دي قلت له انا مش هخليه اسمه ليست بوك، احنا عايزين نعمل اللي هي اد بوك، ودي فيها ريكوست وفيها ريسبونس، والمونجو هتكونكت عادي جدا بنفس الطريقه، ولو في ايرور هيوقف، وهنعمل كونكشن ولابر دو كولكشن على البوك، بس مش هنفايند بقى خلاص. احنا عايزين ناد ايه، وناد يعني وناد 1 ريكورد، فبنقول انسيرت ايه، انسيرت 1، واشيل بقى كل الكلام ده. وانسيرت 1 بتاخد مني حاجتين، اول حاجه بتاخد مني الاوبجكت اللي انا عايز اضيفه. الاوبجكت اللي انا عايز اضيفه هو بوك، لسه ما عرفناهوش طبعا. انا مفترض اعرف هنا var book ويبقى شايل الداتا اللي انا عايزها، طبعا انا لسه فاضي. فده اد البوك، والفانكشن بترجع لي ايرور لو في ايرور، والريزلت لو في ايرور هيطلع لي ايرور وخلاص وخلصنا. اما لو في ريزلت فهو المفترض ان هو مثلا هيرايت في هيرايت على سبيل المثال هيرايت جيسون برضو، فممكن نعمله كده ونقول احنا inserted، يعني نقول ان في inserted id ويكون بتساوي، وبعدين بقى القيمة هتبقى هنا. ايه هي القيمة؟ هتبقى هنا الريزلت اللي جالي ديت. الريزلت اللي جاي لي كنتيجه من اضافه، هجيب منها الانسيرتد اي دي كايه، كبروبرتي من النتيجه اللي جاي لي. لو الكلام ده سليم هيقفل الكونكشن ويرجع لي الريزلت اي دي ويند الريسبونس، ماشي. وهتبقى كده هتبقى مبعوثه انسيرتد اي دي كولون والنتيجه اللي انت عايزها وخلاص ويقفل، ماشي. دي شكل الطباعه، هنشوف هتطبع ازاي. لكن طبعا البوك اللي جاي لي ده المفروض جاي لي من ريكوست، فالمفترض ان اقول له equal request dot body، واجيب البادي بتاع الايه؟ بتاع الريكوست. قبل ما انسيرته بقى البادي ده البوك ده، فانا ان شاء الله هعمل ايه؟ نعمل كونسول دوت لوج، نطبع البوك اللي جالنا ده عشان نشوف الداتا بتاعته مستقبلا قبل ما يضاف في الداتا بيس كده، بتطبع في اللوج ونشوف شكل الجيسون المرسل يعني. طيب احنا كده خلصنا السريع، مش عندنا مشكله ان شاء الله. عاوزين بس ان ايه نتست الكلام ده، فهنروح نرن، اقول له نود سبيس اي بي اي 1.js رن اهو. تعالى عند بوستمان بقى عشان نعمل ده على بوست مان. نعمل ايه؟ وعاملين اد كده، واغير الميثود. انا هشتغل على بوست المره دي، لوكال هوست لسه كلام سليم 8080 كلام سليم، بس مش ليست بوكس. عايزين نقول ان احنا هنشتغل على حاجه اسمها ايه؟ اد بوك، ماشي. ولازم نبعت بادي. البادي ده عباره عن مش فورم ولا فاريبلز، هو عباره عن رو ديتا عاديه هنكتبها بايدينا، ومش تكست، هي اصلا هنبعت له جيسون اللي هو اوبجكت شايل كل الكتاب. شكل الجيسون ايه ممكن نعرفه من الجيت اللي جت هنا دي. ممكن ناخد كوبي من اي بوك جالي هنا، نقول اخره زي كده. ممكن احط لكم على نوت باد عشان تبقوا في الفيديو يكون واضح، زي كده مثلا. وقال اي دي كذا، طبعا احنا لو ما بعتناش الاي دي هو بيجنريت اي دي لوحده، فيفضل لو احنا بالنسبه لنا عندنا مشكله نشيل الاي دي ده اساسا،
عشان insert هو بمزاجه ما يبقاش duplicated ولا حاجة. بعد كده التايتل كال authors. الاوثرز هنا array على اساس ان ممكن يكون في اكتر من author. validation والdescription ماشي وخلاص حركة. ده الاوبجكت انا اخدت كوبي من ده. هجيب داتا مختلفة description جديد هنا اللي حصل انا اخدت كوبي بس والله. description جديد قمت عامل هنا بيست ISBN خلينا ISBN اخره كده شوية خمس اصفار كده في زيادة. كتاب تايتل بتاعه مختلف والأوثر شخصية واحدة من الشخصيتين هضيفه هنا كده وهشيل الأخ ده خلاص. بس أنا بعت في الري لأن احنا مثبتين إن احنا إن الأوثرز الري والإيديشن نخليه الإيديشن الأول وخلاص. ده أوبجكت أهو كوناه كده. المفترض ده هنبعته زي ما اتفقنا نبعته من البوست مان. مش هنعرف نعمل دوت في البراوزر بسهولة. فبوست وادي العنوان وهقوم جاي هنا قايل له ايه ادي الداتا بتاعتنا اهي بعتناها هنا ونعمل ايه سند رد عليا وقال لي ايرور كان نوت بوست اد بوك. تقول نرجع نشوف هنا مفيش اي حاجه اتطبعت. واي افترض كان طبع طبعا ويطلع لي كان نوت بوست اد بوك. دي 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 اد بوك لوكال هوست 88 مظبوط. بعت له الاي اس بي ان والتايتل الاوثرز والايديشنز والديسكريبشن وكل شيء زي الفل. طب امال ليه حتى انا ما طبعش الكونسول بتاعتنا دوت لوج البوك اللي جه وكان يطبع حتى لو مفيش حاجه هيطبع لي على الاقل undefined يعني الا لو انا ناسي حاجه مش طبيعيه. ماشي خلينا نقول ان هو نجربها تاني او ايه 80 نجرب تاني كده سند. مفترض ان احنا نلاقي هنا كمان رد كنترول سي ونرن جديد كده مبيردش عليا خالص بيقول لي مقدرش وخلاص. لأن هو جيسون قال لي 404 نوت فاوند معناه ان العنوان فيه غلطة لأن أنا بقول نوت فاوند لوكال هوست. اتذكرت كده اما خدنا كوبي ما غيرناش دي وخلينا دي بوست على اد بوك وقولها مش لاقيها اساسا فازاي مش لاقيها. فا كنترول سي دوس انتر تاني وتعالى نقول له احنا بوست زي ما احنا وندوس انتر قال لي مفيش ريسبونس. نرجع نشوف هنا قال لي في ايرور ليه قال لي undefined دي الطباعة. وبعد كده ضرب مني وقال لي بقى في عندك مشكلة في الاي دي اي الاي دي اي وكان ده كله. طبعا undefined دي وضحت لي ان هو لما كونسول دوت لوج على البوك فالبوك جاي undefined. ليه البوك جاي undefined؟ ده ان هو ما قدرش يجيب الريكوست دوت بادي لان احنا عايزين البادي بارسر عايزين بادي بارسر عشان يعرف يقرا البادي لان البادي بيبقى فيه تفاصيل كتير. هنعمل ايه؟ انهم معرفين بقى var وهنقول له body parser وده يساوي وهنادي require ومن require هنقول له عايزين body parser body dash parser خلاص body parser تمام ولا ايه؟ بس وخلاص
كده هو احنا استدعيناه. محتاجين طبعا ان الاب ده او الاكسبريس يبقى شايف البادي بارسر عشان يعرف يعالج فكرة البادي اللي جاية في الريكوست يعني. فعشان نعمل دي هنقول له يا اب ده كده بتاع المين بتاع الاكسبريس. هقول له عايزين نيوز عايزين نستخدم او عايزك تبقى مستخدم واقول له عايزك تستخدم ايه. فكل انا اقول له عايزك تستخدم البادي بارسر وعلى علم ان البادي بارسر بتاعك هيشتغل بجيسون عشان يبقى فاهم. وادي له التايب بتاعه هقول له ان التايب عبارة عن جيسون فهقول له طيب عبارة عن جيسون بس وخلاص او زي ما احنا بنكتب ابليكيشن على جيسون كده اهو. خلينا السطر ده خلينا الايه الاكسبريس يبقى شايف البادي بارسر ويقدر يحل دلوقتي المفروض من غير ما نزود هنا كود خالص المفروض كده ريكوست بادي تقدر تتشاف. فتعالوا معانا كده ايه احنا بعتين الداتا اهي وتعالى نسند الريكوست ما قومناش السيرفر سامبو انتر او من السيرفر دوس انتر رد عليا اهو قال لي انسيرتد اي دي بتاعتك واداني رقم اي دي معناه ان هو ضاف الداتا دي وقال لي ستاتس اوكي وكل حاجه تمام ومش عارف ايه. قلت له نروح نشيك ونتاكد ان البيانات دي اتضافت بالاصفار الكتيره دي على 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 كتاب اسمه اوراكل اس كيو ديفلوبر. اروح على المونجو بتاعتنا ما فيهاش نعمل ريفريش ندوس كده على اللايبرري ونرجع تاني على البوك هلا ادي اللي اخره اصفار اهو واوريكل اس كيو ديفلوبر اهو واريد الاوثرز مفيش غير اسم واحد والفيرست اديشن وشويه تفاصيل وطبعا ده اللي اوله 5 بي واخره 400 ده الرقم الاي دي اللي هو جنريتد اللي احنا اصلا اوريدي بعتناه على البوست مان هنا وقال لي الانسيرتد اي دي اللي هو 5 بي واخر 400 زي ما احنا شايفين كده ورد عليا برقم الايه الاي دي اللي هو عمل له انسيرشن وبكده نكون عملنا البوست للاد ايه للاد بوك وعملنا لها تيست على البوست مان.